وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. بارك الله فيك دكتور طلال حبيبي، هيختم ان شاء الله. بالنسبه للاخ اشرف انا كنت بقول له كلمه اهله اللي كانت مرفوعه وكان يمر اهله، لو بص في الوقت معلش هي فيها عنف ظلمه، فانا يعني ايه اقر ان انا كنت بقول يعني ما كنتش بقول ما فيهاش الوالدي. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. دكتور الحمد لله على السلامه، وان شاء الله يعني مسك الختام ان شاء الله دكتور عبد ان شاء الله. نورنا، تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. الشيطان الرجيم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لترزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله،
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى جزاك الله خير بارك الله فيك يا دكتور ربنا يديك الصحة ربنا مش منك أبدا اسماعيل الله يبارك فيك عندكم هو فيش ده في مصر ولا العدد النهارده منكمش ليه كده؟ كان بيضم غله ولا حاجه يا دكتور؟ الشتاء عندنا احنا مش عارفين شتاء فعلا عندنا هنا وفي شتاء في مصر يعني